شباب الاهلي بيقدم اداء جيد جدا وخاصه في الشوط الثاني، وتعادل من وجهه نظري غير مستحق للمقاولين العرب، والفوز كان مستحق للنادي الاهلي. بالظبط، يعني احنا لو عندنا وقت كنا طلبنا من فاروق ان هو يشكر اللعيبه كلها، يعني كنا صحيح. محتاجين اللعيبه كلها تتكلم، لان هم فعلا ابطال وشرفونا، وده اقل حاجه ان احنا نفضل واقفين في ظهرهم، هم يستحقوا كده. احنا صحيح. من بدايه المباراه الاولى والمباراه الثانيه والمباراه الثالثه تنبأنا ان ده جيل ان شاء الله مشروع معمول بشكل جيد. عادل يمكن اتكلم على ان حوالي 17 18 لعيب، منهم لعيبه هتبقى موجوده مع الفريق الاول، واللي ممكن ما بقاش موجود مع الفريق الاول ممكن يحصل اعاره او تسويق من خلاله. لكن الشوط الثاني واضح طبعا في سيطره بشكل كبير جدا، يمكن مخرجنا جايب لنا بعض اللقطات اللي النادي الاهلي استحوذ فيها وتفوق فيها يا ايمن في الثلث الاخير، ودي كانت اول مره نشوف الجناحين بالنسبه لنا. يمكن محمد اشرف ده الهدف يا كابتن، قدر يعمل كروس عرضي جميل جدا، وبعدين سيد غريب قدر يصلحها بدماغه، وبعدين طبعا انقضاض زياد طارق على كرة بشكل احترافي بشكل جميل عشان يسجل النادي الاهلي الهدف الاول. دي من مره واحده طبعا من ناحيه اشرف، زياد بيقابلها بتحرك ايجابي بشكل صحيح. كبير، قدر ان هو يقطع على القريبه ويخطف قبل مدافعي المقاولين العرب عشان يسجل الهدف الاولاني. طبعا مستر موسيماني بيحييهم على الجمله الجميله اللي اتعملت، واكيد الجمله دي بتتعمل يا كابتن ايمن في التمرين تدريب فالولاد صحيح. قدروا ينفذوها بشكل كبير. واضح قوي استحواذ النادي الاهلي وسيطره النادي الاهلي في التت الاخير اثمرت على هدف، وحتى يمكن في اخر دقائق قدرنا ان احنا الهدف الثاني اللي كان مشكوك فيه كان ممكن برضك نكسب المباراه في الدقيقه الاخيره. وركله جزاء مهدره، وركله الجزاء للعمار كمان يمكن كانت تفرق معانا في الفوز بثلاث نقاط، لكن عايزين نقول لهم مبروك واداء جيد للعيبه النادي الاهلي. كابتن شريف.